انبسطت اني اجيت على مهرجان البحر الاحمر السينمائي، هاي اول زيارة لإلي. بصراحة كتير مبهورة ومبسوطة بكل اشي عم بشوفه، ولسه يعني هلا وصلت فلساتني عم بشوفه وبستكشف، بس كتير مبسوطة. نصيحة بقدمها انه الرحلة مش سهلة ومليانة مطبات، بس اذا عن جد بتحبوا هذا الشغل، لانه هذا الشغل بده كتير تكونوا بتحبوه عشان تكملوا، لانه مش سهلة، واشتغلوا على حلمكم لانه بالاكيد رح توصلوا. الحقيقة سعيدة وفخورة أن أكون جزء من هذه المبادرة الجميلة، لأن فيها دعم للفنانات والمبدعات المنتميات إلى الصناعة، فهذا شيء يسعدني جدا وسعيدة أني أكون جزء من هذه المبادرة. أعتقد أنه الواحد كل ما في نفس هناك حكاية تستحق أن تروى. أنا سعيدة أولاً بوجودي في مهرجان البحر الأحمر، لأني أولاً عضوة في لجنة التحكيم، فعندي دور مهم نوعاً ما، واللي أنا عضوة في لجنة التحكيم فيها ناس أنا نحبهم، ومهرجان البحر الأحمر حقيقة تصور اللي هو نفس، خلينا نتنفسه أحنا كمخرجين عرب. نصيحتي ليهم أنهم يفكروا في الموضوع هذا ويفهموا اللي الأشياء اللي تفرجوا عليها تأثر عليهم ولازم يختاروا. I'm honestly very impressed because this is the first time I've come here and it's very interesting seeing all the connections and all the production companies and all the opportunities for people like me, students, to find jobs in the future. صراحة ممتع جدا، في له قصة انه نتفليكس تدعم صناعات الافلام العربية وقصة كل واحدة فيهم، فكان يعني ممتع. I feel proud, especially today, to be a woman because seeing all of these women and their success is so interesting and I aspire to become that one day, inshallah.